في الثمانينات المشير أبو غزالة ابتدى أخطر مشروع لإنتاج وتطوير الصواريخ الباليستية بالتعاون السري مع الأرجنتين والعراق. الأرجنتين كان دورها توفير الخبرة التكنولوجية، والعراقيين بيمولوا أبحاث الصواريخ، أما مصر فدورها تصنيعي واستخباراتي بشكل أساسي. الهدف الاستراتيجي المصري إنتاج سلاح قادر على الوصول للعمق الإسرائيلي، وبإشراف مباشر من المشير أبو غزالة اتشكل فريق مخابراتي بقيادة العميد حسام الدين خيرت. الفريق كان بيدير شبكة استخباراتية معقدة في جميع أنحاء أوروبا، ومهمته الأساسية توفير معلومات ومعدات لإنتاج الصواريخ. لكن تطوير الصواريخ كان لازم مواد معينة مش موجودة غير في أمريكا، والمشروع احتاج برمجيات عالية السرية وحساسة لتوجيه الصواريخ وضبط اتجاهاتها. من هنا ابتدت أخطر عملية مخابرات في تاريخ مصر وأمريكا،